نشرة أخبار الرياضة. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم. والمسهل بكرة القدم النسوية تجار يوم نادي أقبو لأقل من 15 عام بكأس الجزائر لكرة القدم بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق أفاق غليزان بثلاثة أهداف دون رد. وسجل لنادي أقبو كل من لينا براقي في الدقيقة السادسة قبل أن تضيف الثاني دهية بلخلط في الدقيقة التاسعة والأربعين قبل أن تختتم وسام مهابة الثلاثية ليتوج نادي أقبو لهذه الفئة باللقب الأول في تاريخه. وحضر المباراة النهائية رئيس الاتحادية الجزائرية وليد صادي الذي سلم كأس الجزائر لفتيات نادي أقبو. والآن نتابع وإياكم ما أدلى به مدرب نادي أقبو لكرة القدم لأقل من 15 سنة سيدات في ميكروفون التلفزيون الجزائري، ذلك مباشرة بعد التتويج باللقب الأول لهذه الفئة. سي فاستيك لو فورماتور غوري دونك سيت اني ان شاء الله ميم انسينيور اون رابورتي لا كوب دايير لو شامبيونات اون اي اون بون بوزيسيون كون ميم. Je félicite l'adversaire interne qui a été costaud. Ça n'a pas été facile vraiment pour avoir la victoire. Et je félicite les joueurs internes qui ont souffert. Ils ont travaillé dur. C'est difficile quand même. Ils laissent les études internes. On chacune les parents surtout qui ont accompagné leurs filles. Ils sacrifient pour elles. Vraiment, ce qu'ils font les parents à Andena, c'est extraordinaire. في موضوع آخر، تحتضن القاعة البيضاوية بالعاصمة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة بين ناديي أوزيوم أقبو والقصر، حيث يسعى نادي أقبو للحفاظ على لقبه فيما يبحث نادي القصر عن أول تتويج في تاريخه في هذه المنافسة. التلفزيون الجزائري حضر جانبا من تحضيرات الفريقين ورصد لكم التالي. درب بجاوي على أرضية الميدان في نهائي لن يقبل القسمة على اثنين بين فريقين بطموح وهدف مشتركي. حاملوا لقب الموسم الفارط أوزيوم أقبو دخل دائرة التركيز والأمور الجدية بعد التأهل المثير قبل أسبوع على حساب نادي باردو من خلال تسطير برنامج ركز فيه الطاقم الفني على تصحيح الأخطاء والعمل على الركلات الترجيحية التي قد تكون حاسمة في النهائي الثاني له على التوالي أمام فريق يحسن التفاوض. Donc on va préparer inchallah la finale et sur tous les plans et on va défendre le titre et Glenn City à Kinskarna, c'est notre titre la saison 2022-2023. On va défendre ce titre. On va essayer de donner le maximum pour garder le titre. Il y a dans la région, les supporters, les dirigeants. كل اشاك فوا يبينونا يعطيونا عرس كروي الله يبارك وبيبليك يحبنا ما احنا نحبوه وحنا توجور نكونوا في المستوى توجور نشرفوه ولا فينال ان شاء الله بين بلي تاعنا باذن الله. كي قال لك اون فوا ديفوندر تيترنا كينين دي كوم ايفان بريباري بيان مورالمون بيان الحمد لله. الطرف الثاني في النهائي نادي القصر هو الاخر ابان على مستويات كبيره ومهمته لن تكون سهلة، لكنه حضر جيدا وضبط ساعته تحسبا لكل السيناريوهات المحتملة وركز على اللعب التناسقي لمباغتة نادي أقبو. Pour la finale, on a pas grand chose à faire. Donc le plus dur il a été fait. خدمنا كلش. Donc les entraînements يتلعبوا على جزئيات beaucoup plus le mental. Parce que في la demi-finale déjà ربحنا avec le mental. On a été toujours mené au score. ولينا بالمونتال ورحنا بالبينالتي بالمونتال. Donc beaucoup plus c'est le côté, c'est préparer le côté psychologique ou les dernières retouches tactiques. Préparer, inshallah, et la finale est une illusion. Et maintenant, illusion bien sûr. Alhamdoulilah, qu'la bien, c'est rien que les soulim, le mental bien, couche bien, alhamdoulilah. Voilà, c'était comme ça. Bah, c'est un fric illusion. الذي لعب نهائي الموسم الماضي والموسم هذا متصدر الدوري. Inshallah, nous sommes à la hauteur de la responsabilité et nous sommes heureux de les soutenir depuis le début du parcours.
رحلة ماراثونية في منافسة الكأس تألق فيها الفريقان وكان بالمرصاد في الأدوار الإقصائية، وشاءت السيدة الكأس أن تكون بجوية، لكن من سيكون عريسها هذا الموسم؟ هل ستبقى في معقلها أم أنها ستختار وجهة أخرى؟ هذا ما سيسفر عنه يوم 2 مايو الداخل. إذا نهائي كأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة بين نادي أوزيوم أقبو ونادي الأقصر سيلعب غدا بحول الله بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بداية من الساعة 8:00 ويكون منقولا على المباشر عبر القناة السادسة الشبابية. إلى دائما مع نهائيات كأس الجزائر لكرة القدم، وهذه المرة مع الكرة النسوية، والنهائي المقرر يوم الجمعة المقبل بملعب رويبة يحضر نادي قسنطينة بجدية كبيرة وهدفه تحقيق اللقب الذي ضاع منه العام الماضي على حساب جمعية الخروب. يقول زكريا تهامي: تستعد فتيات النادي الرياضي القسنطيني فئة الكبريات لنهائي الكأس الذي يجمعهن بفتيات أقبو، وكلهن عزم على تحقيق اللقب باعتبارهن ممثلات المدينة. ركزنا على العامل الذهني اللي نحتاجوه بزاف هذه الفترة، وكاين عامل خاصة من ناحية تكتيكية اللي صلحنا أخطاء كبيرة اللي قمنا بها في الجولات الماضية، وكذلك خاصة في النصف النهائي. وإن شاء الله نتمنى، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله، وإن شاء الله نفرحوا كامل والبنات يفرحوا ونشرفوا يعني ونمثلوا قسنطينة أحسن تمثيل إن شاء الله. قاعدين نبريباريو الفينال كوم توت لي ماتش، رانا قاعدين نخدموا كيما مالفين. وجرب عزيمة كبيرة بيان سور باسكو فينال تلعب على لي ديتاي صغار. معنويات مرتفعة لدى اللاعبات، خاصة وأنه النهائي الثاني على التوالي للفريق. الحمد لله يا ربي، هذا ثاني نهائي تاعي مع النادي الرياضي القسنطيني. النادي النهائي تاع العام اللي فات خدمنا سعينا وما كتبش ربي، بصح هذا العام ثاني زدنا سعينا اكثر وصححنا الاخطاء تاع العام اللي فات، وان شاء الله بربي ان شاء الله راح نداولوا الاخطاء وراح نديوها ان شاء الله. الفريق راه في معنويات جيده، رانا نحضروا جيدا باش نكونوا في المستوى ان شاء الله. الحاجه اللي خلاتنا نتكاليفاو لا فينال سي بيان لو جروب، هذا هو التلاحم اللي كاين في الفريق، ورانا نونترينيو مع الكوتش تاعنا في اجواء حسنه، وبربي ان شاء الله لا فينال نجيبوها. الموعد مع القمة الكروية بين فتيات أقبو وفتيات النادي الرياضي القسنطيني ستكون يوم الجمعة، فلمن ستكون الغلبة؟ من جهة أخرى، سيدة أقبو على خطى فريق الرجال، حضرن جيدا للنهائي أمام نادي قسنطينة وكلهن أمل في تحقيق اللقب الأول في تاريخهن. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. سيدات نادي أقبو وفي طريقهن لكتابة عهد جديد للفريق في كأس الجزائر بعد مشوار طويل لما أقصينا خيرة الفرق، تحضرن بشغف وبمعنويات كبيرة والثقة بادية على محيهن أن سيدة الكأس تكون بجوية. قبل انطلاق الأمور الجدية، فضل المدربون أن يكون مستهل الحصة التدريبية التي تسبق سفرية الجزائر العاصمة بالجانب الذهني لرفع معنويات اللاعبة أكثر. ما عندناش الوقت باش نبريباريوها كما لازم، مي كوتي بسيكولوجيكي لي تري امبورطون دركا باش واحد بوندون توت لا سيمين لازم نبريباريو. برنامج مكثف سطره الطاقم الفني يركز على الجوانب الفنية والتقنية والتنسيقية مع تجريب الخطط التكتيكية. جست سي لا بروميير دركا، هذه سي اون سيونس دو ريبريز لطون ريكوبيريو كاع البنات ناتاكيو الفولي تكتيك، بيان سور ان ترافاي بسيكولوجيك شاك سيونس شاك ريونيون، دونك لازم واحد شاك فوا يولي لي باس. البنات راهم واعيين، دونك راهم بيان كونسونتري بور لو ماتش هذا، دونك كاين ديسين بوزيتيف ان شاء الله. الهدف واضح وضعته رفيقات ليديا يحياوي صوب أعينهن، وهن على دراية أن المأمورية لن تكون سهلة أمام وصيف الطبعة الماضية نادي قسنطينة الذي يملك فرديات ممتازة، وعليه تحرص بنات جرجرة على التحضير الجيد من جميع الجوانب.
نحضروا لها كأي مباراة، معنويات مرتفعة لأنه فزنا آخر مرة في الجولة 14. ما يخفاكش أول تأهل للنهائي للفريق أقبو، وأنا بالنسبة كان لي شرف أني خديت العام اللي فات مع الفريق اللي كنت فيه جيافكا الخروب. أتمنى إن شاء الله كما يقولوا تكون المباراة في روح رياضية إن شاء الله. سي لا بخوميييغ فوا ناوضون فينال، كل إذا تروح على السهالة إن شاء الله سكوسا قد دويدنا نتبريباري الماتش لا فينال ان شاء الله ادناوي لا فينالي. حماة العاريين كان لهن نصيب تاهبا للسيناريوهات المحتمله في المشهد الختامي، حيث ركز مدرب حارسات المرمى على التسديدات المتتاليه من مختلف الزوايا والركلات الترجيحيه. لا سيمان هذه البريمي جور لا سيمان اون في دو ريفي مسكيلار نوضوا لو مشكل تاع البنات باسكو البارح داو روبو. سي تا ماتش ان تي بي سبيسيال لان سي لا فينال لا كوب دالجيري هذه الاولى. برومي دوزيام سي اف هي المره الاولى اللي تلحق اون فينال. كيما راكم تشوفوا انا بريباري سواء لي بينالتي ولا ماتش نورمال، حنا اون فات رابحين رابحين، عندنا شحال وحنا رانا نخدموا على التيتر باش نشرفوا اقبو لا ولاد بيجي لا الجيري كومبلي. سيدات أقبو على خطى رجالها يريدنه موسما استثنائيا بدءا بلقب السيدة الكأس. في خبر آخر، استهل المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في الطبعة 16 للبطولة الإفريقية للسباحة وللمياه المفتوحة 2024 بالواندا الأنغولية بإحراز 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. وكانت الميدالية الذهبية للجزائر في التتابع المختلط 4 مرات 100 متر سباحة حرة المكون من جواد السيود ونزيم بن بارا وأمل مليح ونسرين مجاهد. فيما أضاف جواد السيود فضية سباق 200 متر سباحة فراشة، واكتفى مواطنه فارس بن زيدون بالميدالية البرونزية. إلى الملكة الصغيرة، فاز اليوم الجزائري حمزة عماري بالمرحلة الثانية من الطواف الدولي 19 للدرجات بالبنين بين باراكو وسافي على مسافة 4 كيلومترات، ويعد هذا الفوز الثاني للجزائر بعد ذلك الذي سجله عز الدين العقاب أمس في المرحلة الأولى التي ربطت بين بوكومبي وجوجو ليرتدي بالمناسبة القميص الأصفر وقميص أحسن متسابق إفريقي للمرحلة. في موضوع آخر، احتضنت مدينة مستغانم دورة الامتياز في كرة الهدف عند السيدات والتي عرفت منافسة كبيرة بين الأندية المشاركة. التفاصيل مع سليم هواري. ندية، العزيمة والتنافس، أبرز ما ميز لقاءات دورة اللقب في كرة الهدف في فئة الإناث. المنافسة عرفت مشاركة أندية الظهر مستغانم، تمالا زيرالدا، الفتاة الصيفية وأمل الجزائر الوسطى. هاد التجمعات هادوما راهم رايحين يساهموا يعني باش يعاودوا يطوروا لنا هاد الرياضيات والرياضيين اللي راهم رايحين يبداو اصلا كاين اللي راهم بداو من لاباز دوكا. والمستوى يعني من جوله لجوله راهو يتطور راهو يتحسن وهذا التحسن راهو ملحوظ. المستوى كان عموما لا باس وذلك من خلال النتيجه الظاهره. الهدف نتاعنا المرور الى البلاي اوف الدوره الامتيازيه. الحمد لله حققنا الهدف، وثانيا تحقيق اكبر نتيجه يعني الحصول على المرتبه الاولى او على الاقل المرتبه الثانيه. هذا الدوره جات بعد 3 دورات وطنيه شاركت فيها 9 نوادي، لكن بالاخير يبقاو 4 نوادي، والمتحصل على المرتبه الاولى هو اللي تلعب عنده دوره امتياز. المتنافسون على اللقب من تقنيين ولاعبات، كلهم أمل وطموح في تحقيق التطلعات وتجسيد الأهداف بتمثيل الألوان الوطنية في مختلف التظاهرات الدولية. عندنا أهداف كبيرة كما أنه نلعب بطولة كأس العالم العام الجاي إن شاء الله، وشامبيونة هذه إن شاء الله احنا ندوها، وكاين مازال ثاني كوب دالجيري. هاد الشباب هادو هما خزان تاع الفريق الوطني، التطلعات تاعهم باش يكونوا في الفريق الوطني ويزيدوا يتحصلوا على بطولات إفريقية، ولما لا يحسنوا الترتيب تاعهم العالمي. هذه الرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة هي اللي يعني برهنت يعني في عدة مناسبات يعني دولية يعني وقارية بنتائج إيجابية. للإشارة فإن المنافسة عرفت تحقيق فتيات ظهر مستغانم للقب بعد فوزهن على نادي الفتاة الصيفية في المباراة الختامية.
إلى الكرة الأوروبية، ينزل سهرة اليوم باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور النصف النهائي لرابطة أبطال أوروبا الذي يعد بالكثير من الإثارة ويبقى مفتوحا على كل الاحتمالات. يقول أحمد صويلح. على ملعب سيجنال إيدونا بارك سيتجدد اللقاء بعد ساعة من الآن بين صاحب الأرض بوروسيا دورتموند وضيفه باريس سان جيرمان في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يمني المضيف الألماني النفس بتحقيق نتيجة جيدة قبل مقابلة العودة بباريس. ويبقى سجل الفريق الأصفر والأسود على أرضه إيجابيا إلى حد كبير، ولم ينهزم في مبارياته العشر الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، فاز بست منها وسجل 19 هدفا. Wir müssen uns für alles vorbereiten und das Gute ist, dass wir vieles schon kennengelernt haben im Laufe der Saison. يجب أن نستعد لجميع الاحتمالات. الشيء الجيد أننا تعلمنا الكثير على مدار الموسم. على كل حال لم نفز بل تعادلنا أمام أتلتيكو لنتأهل إلى دور النصف النهائي ونستحق ذلك. بغض النظر عما فعلناه أمام أتلتيكو أو إيندوفن فإننا نستحق التواجد هنا. Wir dürfen jetzt nicht anfangen die Dinge zu übercoachen. في الضفة الأخرى يتمتع رجال المدرب لويس إنريكي بمعنويات عالية، فالكل واثق من العودة بنتيجة إيجابية، سيما وأن الفريق لم يخسر في آخر 15 مباراة خارج ملعبه في جميع المنافسات، ويملك تشكيلة مدججة بالنجوم يتقدمهم كيليان مبابي قائد أحلام أبناء العاصمة الفرنسية. Creo que se va a parecer mucho a los cuartos de final por la manera que tiene. أعتقد أن الأمر سيكون مشابها لحد كبير لمباراة ربع النهائي بسبب الطريقة التي يلعب بها دورتموند والطريقة التي نلعب بها. أعتقد أيضا أنه ليس من فكرنا أو من عادتنا التكهن. جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة ومحاولة الفوز بها من خلال كرة القدم التي نقدمها، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون شيئا جميلا ليس فقط لمشجعي الفريقين ولكن لجميع الأشخاص المحبين لكرة القدم. موقعة دورتموند والبي اس جي يترقبها الجميع، خاصة وأنها تتضمن العديد من الأرقام المميزة لكلا الجانبين، ويبقى الميدان هو الفيصل في تحديد نتيجة المواجهة التاريخية السابعة بينهما. بالعودة إلى مباريات الأمس، تعادل فريقا بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب أليانز أرينا في ذهاب الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. وسجل للنادي البافاري ليروي ساني والإنجليزي هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقتين 53 و 57، فيما وقع للنادي الملكي البرازيلي فيزينيوس جونيور في الدقيقتين 24 و 83 من ركلة جزاء. وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل الموافق للثامن ماي على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد. في التالي نتابع تصريحات التي عقبت مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد خلال ندوة الصحفية. أعتقد أن البايرن أظهر أفضل نسخة لديه. أعتقد أننا نوعا ما قدمنا أداء جيدا للغاية في بعض اللحظات، وبالصدفة فأفضل لحظة في المباراة كانت عندما استقبلنا الهدفين، لأننا كنا نسيطر بشكل جيد على الكرة لكنهم هاجمونا بشكل مباغت وسجلوا الهدفين. أعتقد أنها نتيجة جيدة وتمنحنا الثقة قبل مباراة الإياب. المواجهة لا تزال مفتوحة على مصراعيها لأن البايرن أظهر لاعبين يتمتعون بقدرات رائعة. النتيجة هي النتيجة، لا تستحق الجدال أو قضاء الكثير من الوقت للتفكير فيها. ريال مدريد فعل ذلك مع فرق أخرى لتسجيل هدفين من فرصتين، أو بالأحرى حصلوا على فرصتين للتسجيل في كل شوط بالإضافة إلى ضربة جزاء. لسنا الفريق الأول الذي حدث له ذلك. إنهم ببساطة يتمتعون بجودة عالية. إنهم مميزون. لديهم قوة ذهنية رائعة. لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية في أول 10 أو 15 دقيقة، ثم فقدنا إيقاعنا قليلا واستقبلنا هدفا. لذلك من الطبيعي كان من المهم إظهار ردة الفعل.
بالكرة الأوروبية نصل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.